أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسكو. موضوعنا اليوم قانوني مع الأستاذ المحامي فوزي يلماس تكين. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير لجميع متابعيكم. حياكم الله أستاذ. موضوعنا اليوم للحديث عن بعض المشاكل المترتبة عن الطلاق، وخاصة موضوع النسب، نسب الطفل وحقوق المالية وغيرها، يعني خاصة اللي ما عنده، ربما فهمت منك فكرة عن القوانين، يعني ربما معتاد على نظام معين في الدول العربية فيجد نفسه هنا في مشاكل. ما أبرز المشاكل التي يمكن أن تنتج، ما الذي يمكن أن يحدث عند الطلاق أستاذ فوزي؟ أستاذ أحمد، بالنسبة لموضوع الزواج والطلاق، طبعا في تركيا يتبع قانون مدني، ومثل ما بنعرف الزوجة الواحدة هي الزوجة الرسمية. أيضا مثلا في الطلاق في سوريا مثلا أو في الدول العربية ممكن يكون طلاق لفظي، بعدين ممكن فقط في المحكمة تسريب هذا الطلاق. أما في تركيا الطلاق مثلا لا يتم إلا رسميا في المحكمة، إما كان اتفاقي أو مشمري، أو يكون طلاق خصومة اللي هو يعني في حقوق وفي أطفال ولاية وكل هاي الحقوق ممكن تناقش في المحكمة. فهذا الأمر شو بيترتب عليه؟ بيترتب عليه إنه مع الأسف في فئة كبيرة من الناس حتى الآن بتتصرف كأنه وفق القانون، لنفرض القانون السوري، لأنه أغلب الموجودين حاليا الأجانب هم الموجودين هنا من سوريا، فبيتصرفوا وفق القانون السوري اللي هو مثلا ممكن واحدة طلقت من جوزها طلاق لفظي، عادت لعدة 3 أشهر، راحت تجوزت شخص ثاني، وهذا الشخص الثاني تزوجه صار له أولاد منه. هون الموضوع اللي لازم نحكي فيه، هاي الأولاد إذا بنسجلهم بإدارة الهجرة كيف راح نسجلهم؟ في البداية لازم نروح على النفوس، بالنفوس رابور المشفى، لما نسجلهم طلعوا على السيستم يشوفوا الأب الرسمي مين، الزوج الرسمي مين، الزوج لا السابق. الأو السابق هنا شو ما عرفهم صار طلاق لفظي من بيناتكم. فالطفل بهي الحالة مع الأسف راح يتسجل على نسب الزوج السابق، ما بيعترفوا بالطلاق اللي تم بياناتهم اللي هو لفظي، حتى لو كان قدام شهود او لو كان في ورقه عاديه هذا لا يعتد فيه. بنفس الوضع حصلت كمان انه مثلا حتى لو طلقوا رسمي، العده هون في تركيا هي 10 شهور 300 يوم. 300 يوم من بعد ضمن العده اذا صار حمل بيحسبوه، يعني الطفل مثلا ولد بعد 9 شهور بيرجع 9 شهور لورا، حتى لو كان قبل 9 شهور بيحسبوا الطفل لازم يولد 9 شهور، يرجعوا لورا بيحسبوه. اذا كان الحمل حصل اثناء العده نفس الامر ينسب الطفل للزوج السابق. فهذا الامر اللي مع الاسف حاليا كثير ناس في مشاكل حاليا بهذا الامر. قبل الجوش اداره كانوا ما بدقوا زياده، ولكن حاليا الصراحه عم بيطبقوا القانون، قانون هيك بيقول. فهي المعضلة شو حلتها، هاي نتناقش بهذا جميل. الموضوع إن شاء الله يعني نكون هذا في الأمر الوسط. أنه ما في تفريق بين أنه هذا مواطن تركي أو أجنبي مقيم هنا، بده يخضع لهذا لا، القانون. هذا القانون التركي يطبق بحذافيره على حاله، يعني بالنسبة خاصة للسوريين يعني يتعذر تطبيق القانون السوري لعدة أسباب، منها سياسية، منها يعني عدة أسباب، ما في تواصل. فهذا الأمر يعني بتركيا حاليا القيد بإدارة الهجرة حصرا عم بيتم بهذا الشكل، يعني ينسب الطفل للزوج السابق. هذا الإشكال كثير عالم هلأ بلشت تحس على هذا الإشكال، لأنه هلأ بلش يطبق القانون بشكل يعني صراحة هذا هو بشكل صحيح يعني. طب بس من باب التفكير، ونحن الموضوع هذا تطرقنا اليه سابقا معكم استاذ عن موضوع الطلاق، انه بس من باب التفكير هنا في تركيا لا يوجد طلاق بشكل انه خلاص الرجل اراد ان يطلق رمى الطلاق، فصفي بس اجراءات رسم شكليه نقوم فيها هيك في دولنا. هون ما بيمشي الحال اذا ما كان موافق الطرفين، حتى لو رمى الطلاق اذا الزوجه غير موافقه. يعني بس هيك نذكر الناس بآلية الطلاق هنا، لأنه يعني الناس ماشية بعقلية أنه لا هو خلص بيطلقها فهي طالق، لكن هذا الأمر للأسف مثل ما تفضلت رسميا غير مقبول.
طبعا استاذ احمد، الطلاق اللي لما بده يتم، اما مثل ما حكينا في بدايه الحلقه انه اما يكون طلاق اتفاقي انلشمري او شكشمري اللي هو الخصومه. انلشمري الطرفين اتفقوا، كتبوا بروتوكول عند محامي او هن كتبوا بروتوكول، هذا بينضم للدعوه، بيعطوهم جلسه واحده. طبعا هذا الطلاق اذا كان بعد سنه من تاريخ الزواج الرسمي. بهي الحالة نعم ممكن يكون طلاق اتفاقي، ولكن إذا كان قبل سنة ما بصير طلاق اتفاقي، حصرا بده تمضي السنة أو مثلا بيفتحوها خصومة بعدين بيحولوها لاتفاق. هذا بالنسبة للطلاق الاتفاقي، يكتبوا فيه كامل البنود الاتفاق بيناتهم، من حضانة أطفال، من زيارة أطفال، من حقوق، تعويضات مادية معنوية، بكل هاي الأمور كلها بتتوضح بالبروتوكول. بنجي بعد طلاق الخصومة اللي كل طرف له حقوق عم بيطالب فيها، هذا الكلام خارجه ما في شيء اسمه طلاق مع الأسف. يعني أغلب الناس بيفكروا خلاص طلقها بتروح بعد 3 أشهر تزوجت غيره والأمور تمام، بس لا، الأمور يعني حاليا الأطفال اللي موجودين حسب القانون التركي ينسبوا للأزواج السابقين. طب استاذ، يعني انا بدي اجي على نقطتين بدي ناقش بس موضوع العده، لانه هذا موضوع يعني حتى مع انه الواحد فهم القانون يعني هذا في اشكاليه كيف يمكن التعامل معه. بعدين بنجي للي اصلا استهتر وما سجل طلاقه، اصلا بنجي للحلين. بس الحاله الاولى انه شخص راحوا فعلا وطلقوا بشكل رسمي وسجلوا هذا الطلاق، لكن المراه تزوجت، يعني بالنهايه نحن العده ليست 10 أشهر يعني، وبالتالي انه ممكن انه تنجب طفل. ما هو التعامل في هذه الحاله؟ يعني اعتقد هنا حتى الاتراك قد يقعوا في هذا الموضوع. طبعا استاذ احمد، قانونا في حل، ولكن حل شوي طويل. نجي بالترتيب، كيف الحل؟ بترتيب معين، امامنا 3 دعاوي ممكن تحصل او دعوتين حسب. اذا كان خلال السنه الاولى من ولاده الطفل، فالام او ام الطفل والده الطفل بحق لها تقيم دعوه ضد الزوج السابق انه هذا الطفل مو طفله، على اساس هذا بيشيلوا صفه الابوه عنه. تمام؟ ترجع تقيم دعوه ثانيه مقابل او ضد الشخص اللي هو الاب الحقيقي لهذا الطفل، بتقول انه هذا هو والده. طيب شو الاجراءات راح تكون بهي الدعوتين؟ الاجراءات راح يكون في شيء اسمه دعوه صويبه اللي هي رابط الابوه او رابط الدم. فممكن يكون هون في راح يكون في فحص دي ان ايه بيتاكد انه فعلا هو مو الاب الحقيقي، مو هو الزوج السابق، لانه هو ضمن المده الرسميه للزواج الرسمي، فهو يعتبر بالنسبه للقانون هو الاب. فهون لازم نرفع صفه الابوه اولا. بعد ما نرفع صفه الابوه بدعوه، نرجع نفتح دعوه ثانيه انه صفه الابوه مو هذا الشخص، هذا الشخص. فمع الاسف راح يكونوا دعوتين. هذا نحن عم نحكي عن سنه، خلال سنه من تاريخ ولاده الطفل. اذا مضت السنه ما عاد في حق للام هي اللي بتقيم هاي الدعوه، صفر حق فقط للطفل. الطفل طبعا هو اسمه طفل، ما فينا نقيم دعوه باسمه. فبهي الحاله حصرا لازم يكون في قيم. ليش مو الام؟ لانه نحن قلنا هي لها حق خلال السنه الاولى فقط. بهي الحالة حصرا بدنا نقيم دعوة أمام محكمة صلح الحقوق في تركيا لتعيين قيم على الطفل حتى يحق له الطفل يقيم دعوة. نرجع بعد نفس المرحلتين الثانية اللي هي رفع صفة الأبوة عن الزوج السابق، تخلص الدعوة بعد ما يصير فحص دي ان ايه وهي الأمور. بعد ما ناخذ قرار صار قرار قطعي، نرجع نفتح دعوة ثانية صفة الأبوة، بابيك داوس او صويبا داوس، هي بنقيمها على الزوج الحقيقي او الاب الحقيقي للطفل. جميل. يعني استاذ فوزي، حتى لو يعني نحن دائما طبعا ننظر من ناحيه الام انه تريد ان تثبت، لكن كمان الزوج السابق هذا، يعني لو الام ما انتبهت او مشيت وكذا، والزوج السابق فجاه صار يعني هو رسميا عنده ولد يعني ليس ولده مسجل، في هذه الحالة هو شو بده يعمل؟ هو بحق له نفس الشيء، بيقيم هاي الدعوة، انه هو بيقول في الدعوة انه انا لست اب هذا الطفل، فبيقيم هاي الدعوة. هاي الدعوة اللي بيقيمها
راح يجيبوا الطفل، راح يجيبوا. في ناس كتير بيقولوا انه مثلا ممكن الزوج السابق بشكل معاندة او شيء ممكن ما يجي، لا، هون فحص الدي ان ايه بيجيبوه عن طريق البوليس اذا كان تعند ما اجى مثلا، يعني راح تحدد له، تبلغ المحكمة وتحدد له موعد، ما اجى عليه ممكن يتنفذ عن طريق البوليس. جميل. الآن نأتي إلى الحالة اللي تفضلت فيها، اللي هي يقع فيها كثير، خاصة تحديدا يعني الأجانب، حسب عدم معرفتهم من بالقانون، أنه هو طلاق لفظي لم يثبت عند الدولة، والمرأة يمكن تزوجت وغير ذلك، وجاء أولاد، ما الذي يجب فعله بهذه الحالة؟ شو الحل؟ هي مثل ما حكينا أستاذ، يعني إذا صار طلاق لفظي بهي الحالة لازم تتم دعوة رسمية. ما قامت دعوة رسمية بالطلاق يعني هي تعتبر ما زالت زوجته، ولكن الإشكال مو هون أستاذ، الإشكال يعني من هذا حكينا فيه، وأنه إحنا لازم يكون في دعوة إذا كان مضت سنة دعوة قيم، وبعدها دعوة رفعت صفة الأبوة عن الزوج السابق، هاي حكينا فيها. نعم. لكن الإشكال وين؟ الإشكال لما ما يكون في زواج من أصل رسمي، يعني هي الاشكال لما ما يكون في زواج بالاصل الرسمي، فقط بحق له تقيم دعوه مقابل الاب الحقيقي اللي هو زوجها الحالي مباشره، لانه اساسا ما في زواج رسمي لا من الزوج السابق ولا من الزوج الحالي. فبهي الحاله لما ما يكون في زواج رسمي، بهي الحاله تقيم ديركت مباشره دعوه عن الاب الحقيقي، بهي الحالة بس دعوة واحدة راح تكون. طبعا كيف بدأت كمان هي إشكالية تانية، إنه كيف بدأت تتطلق؟ لا، ممكن يكون هاي حالات كتير بتمر علينا، إنه حاليا مثلا متزوجة اتطلقت وظلت معلقة تركة، ما في زواج رسمي. المحاكم في تركيا من جديد، كان سابقا بعض المحاكم تسمع الدعوة اللي ما فيها زواج رسمي، كتب كتاب شيخ يعني مثل ما بيقولوا. حاليا المحاكم التركية ما عاد تقبل ابدا الزواج الغير رسمي تقيم عليه دعوة طلاق، يعني بهي الحالة بده يضل يترجوه لحتى هو يطلق لفظي، ولا هي بدها تضل زوجته. فبهي الحالة في امام هي امام خيارين، اما الشمال السوري في المحاكم الشرعية في الشمال السوري مناطق المعارضة تقيم دعوة طلاق، وهنا بتوصلوا مع الزوج وبيصلوا لنتيجة بالأخير طلاق، أو بمناطق النظام بيقيموا دعوة، ولكن لازم تكون تعمل وكالة. الوكالة راح تكون طبعا تثبيت زواج وطلاق بنفس الوقت. جميل. إذا نحن نتحدث عن حالة أنه هو الزوج لم يطلق لفظيا، والطلاق غير مثبت، والزوج مثل ما تفضلت ربما مختفي أو خلص ما بده، فهو تركها، لا هي مطلقة شرعا ولا عندها أي وسيلة قانونية تطالب من خلالها بالطلاق، فبالتالي عن هذه المشكلة نتحدث. إذا هون يعني طب شو ماذا ينبغي إذا، يعني قبل ما نوصل لهالمرحلة شو بننبه الناس أستاذ فوزي، للرجال والنساء، وهو أهم شيء يعني بعد هل حتى ما نوصل لهالشيء. موضوع الزواج الرسمي لابد منه على الأقل بسوريا. طبعا هون الحكومة التركية ما بتعترف بالزواج الرسمي اللي هو بمناطق المعارضة، فقط تعترف بالطلاق بالزواج الرسمي اللي هو بسوريا. طبعا نحن عم نحكي عن المحكمة حاليا، إدارة الهجرة ما بتع يعني أي زواج جديد عم بيتم عند منطقة النظام بيقول لك هذا زواج بوكالة، نحن ما بنقبل فيه. هذا نحكي عن إدارة الهجرة، الزواج اللي بسوريا عند النظام إدارة الهجرة ما بتقبل فيه، ولكن المحاكم في تركيا تقبل فيه كزواج رسمي، وممكن تقيم عليه دعوة طلاق. هاي النقطة اللي عم نحكي فيها. ما في زواج رسمي بهي الحالة حصرا، يعني بدنا إذا كان مناطق النظام بدها تقيم دعوة تثبيت زواج وطلاق طب بهالشكل هذا. بس نحن مثل ما عم نقول اذا ما في زواج رسمي، يعني هذا خطأ الاغلب الناس، نحن ننبه دائما لازم يكون زواج رسمي على الاقليه عند مناطق النظام. جميل. يعني نحن اذا نتحدث مثل ما تفضلت عن موضوع الطلاق وما يترتب عليه ايضا من حقوق، لانه اذا ضاع، اذا كان الطلاق نفسه متعثر، هذا يعني انه حقوق هذه المراه اذا كان في الى مهر او موضوع الاطفال سيكون عرضه للمشكله. أستاذ مثل ما قلنا حتى لا نقع في هذا الخطأ، إذا أنت قلت أنه أي اثنين متزوجين يثبتوا هذا الزواج،
هنا في عدة حالات، ممكن يكون هم متزوجين من زمان، هل عليهم يثبتوا ولا هن تلقائيا خلص جايين كأزواج؟ هي سؤال. السؤال الثاني اللي بيتزوجوا بشكل يعني مجددا جديد يتزوجوا، هل هن لازم يتزوجوا داخل سوريا يثبتوا هنيك ولا خلص مباشرة هن ما داموا مقيمين في الأراضي التركية بيثبتوا مباشرة في تركيا؟ استاذ بالنسبه للسؤال الاول اللي فهمته انه يعني هل ممكن يعني تثبيت الزواج من طرف واحد ولا لازم يكون من طرفين؟ بتركيا هون تثبيت الزواج الرسمي لازم يكون الطرفين حاضرين، وكلاء ما بيجوز لا تمام، لا اذا كان مو قصدي طرفين، انا اقصد انه ناس يعني صار لها زمان متزوجه، يعني خلينا نقول هل اي شخص متزوج من قديم في سوريا ولازم يجي ويثبت زواجه هو وزوجته، ولا هو تلقائيا بوقت قدموا الاقامات وكذا هذا امر واضح عند الدوله انه هن متزوجين، ولا لازم يثبت؟ استاذ احمد، اذا كان زواجه رسمي بسوريا ما في داعي يسوي رسمي ثاني بتركيا، تمام. طالما زواجه رسمي في سوريا. ولكن اذا كان بسوريا متزوجين ولكن كتاب شيخ، هون بتركيا يعتبرون اعزب. حتى لو كان اذا قلنا مثلا انه باداره الهجره اول ما اجوا سجلوهم انه هن متزوجين وهويه الزوجه متزوجه، لا ما هو رسمي. بدها المحكمه بدها اثبات الزواج، اما دفتر عائله سوري او بيان عائله سوري او دفتر عائله تركي. هذول فقط لحتى اقامه الدعوه، لا يعتبر في انه مكتوب بالكملك متزوج او متزوجه. بهي الحاله شو لازم يسووا؟ لازم يسووا انه هن زواج مو رسمي سواء قديم او جديد. ممكن يجيبوا لو كان على كلمه مسجل انه متزوجه، ممكن يجيبوا بيان قيد فردي من اخراج قيد بنسميه من سوريا انه هو اعزب او هي عزباء، بيصدقوه من القنصليه، بحدثوا بياناتهم، بيصير هن اعزب. تحديث البيانات رح يصيروا اعزب. بهي الحاله بيحسنوا يطالعوا ورقه اعزب وثبتوا زواجهم بتركيا. هذا بالنسبه ل من جديد. نعم، كانوا هلا تزوجوا، لا يعتد بالايام السابقه او ببيانات الهجره. بيانات الهجره اجت عالم كثير على لسان قالوا متزوجين، نعم متزوجين، كتبوا متزوجين، حاليا لا عاد يعتد بهذا الامر. طب حصرا لازم تحدثوا بيانات مره ثانيه انه هن فعلا اعزب او هي عزباء، وبعدها ممكن يثبتوا زواج من اول جديد في تركيا. طب استاذ فوزي، في اذا كانت هذه الحاله مترافقه مع انه هن عندهم اولاد، يعني اذا هن مو مثبتين زواجهم كانوا نظامي مثل ما تفضلت متزوجين زواج شيخ واجوا وقرروا يعملوا هاي العمليه انه جابوا ورقه اعزب وتزوجوا من اول جديد، لكن هن اذا عندهم اولاد شو وضع الاولاد هون؟ كيف بنحسب هدول الاولاد؟ بالنسبة للقانون التركي ما عندي مشكلة بموضوع الأولاد، لأنه هون ما في زوج سابق رسمي حتى ممكن يسبب هذا الإشكال، فقط يحسبوا أنه هن أطفال خارج نطاق الزوجية، أنه صاروا بين الزوجين، ما في إشكال بالنسبة لهذا الأمر. يعني لكن فقط عادي الإشكال أنه يسجلوا بشكل رسمي مع الأب والأم، يعني ما في أي. نعم. جميل. اذا يعني فعلا الموضوع معقد، ولكن خلينا نقول المفتاح الاساسي لكل الموضوع هو وتثبيت الزواج، سواء كان الواحد الان عم يتزوج او متزوج من قبل لكن بشكل غير رسمي او غير نظامي، ولا يعتد بذلك. مره اخرى بس اذا عند حدوث، خلينا نقول يعني سؤال، لما يكون في مثلا زوج سافر واختفى، يعني اختفى بسبب ما عرف وين، هي بتصير انه اما راح اوروبا او خلص الزلمه ما بده يرجع او ما عاد في اخبار عنه، او لا سمح الله ربما يكون غرق يعني مثلا، او ما في اي خبر عنه وكذا، ما الذي هل يمكن، يعني هل هناك ما يمكن فعله اذا لم يكن الزواج مثبت في تركيا؟ هلا في حال غيابه وما نعرف عنوانه، ممكن الزوجه هون بتقيم دعوه الغائب اللي هي بتستنى فيها سنه، بعدها بتقيم دعوه طلاق باعتمادا على دعوه الغائب. هاي الحاله بتسمع في المحكمه. اما اذا كان مثلا مسافر وبيعرفوا عنوانه، يعني مع الاسف لازم يبلغوه عن عنوانه في الدوله اللي هو برا. ولكن هون كثير حالة صارت معه انه سافر
بشكل طريقة غير قانونية غير شرعية. فشو بهي الحالة؟ بهي الحالة المحامي راح يبلغوا على آخر عنوان له في تركيا، تعذر الأمر ممكن يبلغوا عن طريق الجرائد. طبعا احنا عم نحكي عن الزواج، اذا كان زواج رسمي سواء بسوريا او زواج رسمي في تركيا، نعم بهي الحاله ممكن تبلغ على اخر عنوان موجود فيه في تركيا، او مثلا على عنوان عفوا على الجريده. فإذا ما دام هو ما وصلوا التبليغ بعد سنة يتم يعني فصل بين الزوجين ولا كيف؟ بالنسبه للغائب، يعني أنت نعم، بدك بالنسبة تبلغوه. للغائب لازم تقيم دعوة للغائب، انه شخص فلان زوجي غاب، انقطعت اخباره، بعد تمضي سنة، بعد هي السنة بتقيم دعوة طلاق اعتمادا على دعوة الغائب. جميل بهذا الشكل. جميل. في أسئلة أستاذ، بس هيك حمر عليها بشكل سريع على الفيسبوك. مصعب عم بيقول في بعض الناس عم يقولوا انه بعض الاوقات بيقولوا لنا انه انتم طلاق حسب قانونكم، انه انتم سوريين وكذا كذا، هل في هيك شيء هو عم يسأل ولا لا؟ حاولت بعض المحاكم تطبق هذا، لانه يعني الاصل في القوانين تنازع القوانين بنسميه نحن، انه يطبق قانون الزوجين في حال كانوا اجنبيين اجانب، قانون الزوجين لانه احوال شخصيه. ولكن حاولت عده محاكم، راسلت وزاره الخارجيه التركيه، وزاره الخارجيه التركيه بعد 5 6 اشهر ردت بجواب القانون التركي بسبب تعذر التواصل مع حكومه النظام، ما في تواصل او شيء. فالقانون التركي ينص على انه في حال تعذر تطبيق قانون الزوجين الاجنبيين يطبق القانون التركي. فلذلك هذا الجواب اعتمدوه بشكل عام، صار خلاص يعني عارف، بدل ما يضيعوا وقت 5 6 اشهر عن فاضي، صار حسنا مباشرة مباشرة بيمشوا بالقانون التركي. جميل. أخونا أيضا عم يسأل، لو حدثوا بيانات الهجرة شو المخالفة التي راح توقع عليهم بعد تثبيت الزواج الجديد وفي أولاد؟ أنا ما كتير فهمت السؤال صراحة. أستاذ أحمد، مو هذا يعني، حتى لو في أطفال ما راح يكون في مخالفة. المخالفة وين راح بتصير؟ تصير لما يكون أغلب العالم هلأ صايرة معهم المجتمع بينتبهوا على الأمر، صار من تقريبا من سنة بلش يتطبق. في حال تثبيت الزواج الرسمي في تركيا، ولكن ما ضبطت الكمالك أعزب، ما راح يحدثوا بياناتهم خلال مدة أعتقد خلال 4 أو 5 شهور. إذا ما حدثوا بياناتهم خلال هي المدة، تجي غرامة بين 6000 ل 8000 ليرة، انه هن متزوجين. هي المخالفة. اما انه في اولاد، ليش ما انكم متزوجين من الاب الرسمي؟ هذا ما في عليه، لا، هذا يعتبر زواج خارج نطاق الزوجية. اذا كان عم بيحكي عن القانون السوري، في لازم يكون ضبط شرطة، اذا كان عمر الطفل فوق السنة ضبط شرطة، ومن بعدها ممكن في غرامة مالية معينة اذا كان بسوريا عم بيحكي. جميل. لكن إذا هاي نقطة مهمة، إذا هن ثبتوا زواجهم لازم ينتبهوا على تحديث بياناتهم بالنسبة للكمالك إنه أصبحوا متزوجين. نعم. مصعب عم يسأل، وهذا سؤال أخير ربما، شو الحل لو الوحدة بدها تخلع زوجها من 3 سنوات مو عارفين يحلوا أمورهم؟ نحن حكينا إذا كانت هي متزوجة رسمي ولا مو رسمي. إذا كانت رسمي بتقيم دعوة أمام المحاكم بتركيا. إذا كانت غير رسمي، يعني ما لها حل إلا إما تعمل وكالة لمحامي بسوريا ويقيم لها دعوة تثبيت زواج وطلاق، أو مثلا بالشمال السوري منطقة معارضة للطلاق شرعي، إذا عم نحكي عن زواج إذا ما كان رسمي. جميل. طبعا بعدين هو عم يقول إنه يا ريت في تعملوا لنا دورة أو كورس عن الطلاق قبل تثبيت الزواج، لأنه كل يوم عم يطلع لنا قانون جديد قبل ما نبطل نتزوج كما يقول. هلا هو القانون موجود، ولكن الناس ما بتعرف فيه. ليش؟ لانه ما دخلوا مشاكل. يعني نحن ليش عم ننبه؟ لانه هلا بلشت تظهر مشاكل النسب، يعني ركزنا نحن اكثر شيء على النسب، مع انه في حقوق ثانيه، المهرين، في تعويضات ماديه ومعنويه، في النفقه، هاي مواضيع ثانيه كمان ترتب عليه، ولكن موضوع النسب اهم موضوع لانه كثير معقد. الناس هلا بلشت تصير اشكال لسه في عندنا، يعني 10 او 12 سنه وجود السوريين في تركيا، يعني تخيل اطفال اليوم النسب لسه ما تثبت، في كثير هيك حالات. وهذه مشكله كبيره، يعني كل ما تفضلت كل ما مر وقت تتفاقم هذه المشكله،
وبالنهايه هذا الولد وقت يكبر اكثر بده يحتاج الى اوراق، بده يحتاج الى هي، أو هي مشكله بعض الاهالي بتستهتر، يعني الولد مثل ما تفضلت صار عمره كبير، صار نتحدث يعني ولسه ما له مسجل بشيء. اشكرك جدا استاذ فوزي، واضح انه الامور يعني في تفاصيل اخرى ربما نتحدث عن جوانب اخرى في لقاء اخر متعلقه ببقيه الحقوق المتعلقه اثناء الطلاق، لكن اشكرك جدا على هذه الاضاءات، وان شاء الله يا رب هيك الله يعني ينفع بها الجميع وما يقعوا في هذه الاخطاء، لانه احيانا انتباه بسيط بيوفر على الانسان مشاكل كثيره وتعقيدات كثيره ربما في المستقبل. الشكر لك استاذ، والشكر